الشقيقة، آلام الرأس، الصداع النصفي. بعض الناس تيحسوا بالآلام في يعني منتصف الجبهة أو الرأس أو الصداع كامل، يعني بعض الناس يحسوا بالآلام في الرقبة، بعض الناس يحسوا الآلام في العينين، يعني عنده طاني الأذن. هنا كيختلف، هنا كنهضر لكم على الشقيقة اللي السبب ديالها هو الفقرات العنقية. مثلا هنا غنوريكم الطاجين، الشقيقة اللي تيكون سببها البرد راه ساهلة تعالج. الشقيقة اللي سببها البرد يعني حالة قريب، تنديرو هنايا الطاجين وتنديرو خزامة وتنحزمو الرأس، ولكن هاد الطريقة الله يرحم الوالدين ما ديروش تخرجوا على برا. أما الصورة اللي كتشوفوا هنايا الوليد عاملة له الموقص على الفقرات، كاين بعض الناس اللي عملنا لهم الحجامة وعملنا لهم الوصفات ودون جدوى، يعني راه الآلام مازال هو هو. هنا كاين مشكل في الفقرات، يعني انا بغيت نشرح لكم آلام الرأس راه عنده بزاف الأسباب. بعض الناس ما تيشربوش الماء الكافي، بعض الناس ما تينعسوش، بعض الناس اللي تيتعرضوا للشمس، بعض الناس اللي تيكون عندهم كما تنقولوا الراس محلول، يعني تيدوش وتيخرج بشعره فازق، او تيدوش وتيدير السوشوار مباشره بدون ما ينشف الشعر. اخطاء كثيره كرتكبوها تتسبب لنا الشقيقه. خلاصه القول الحمد لله لقينا حل، يعني الله سبحانه وتعالى انزل الداء وانزل معه الدواء. غير هنا كنشرح لكم يعني اللي عمل الوصفات طبيعيه وباقي تيحرق راسه ما يبقاش يمشي هكا ولا هكا، حجامه الراس ثم يخدم لي على الفقرات، الفقرات العنقيه كما تنشرح لكم هنايا الفقرات. انا درت لكم الموقصه الكبيره والموقصه ميني موقصه، انا راه غادي نقاد لكم الوضعيه، غتشوفوا الوليد ناعس. انا فقط للشرح، يعني الوليد ما محتاج الحمد لله، مازال ما يعني ما تيحرقوش راسه، فقط للشرح ما يمكنش نشرح لكم على واحد تيدخل عندي. بالنسبه اللي عنده سيال الانف، عنده حريق العينين، الحساسيه هذه الموسميه هذه، ناخذ الخزامه ونقليوها شويه او نسخنوها غير قليل في زيت من زيت الزيتون على مقلاه على نار مهيله، يعني ناخذ مقلاه ونحطوا فيها واحد القليل من زيت الزيتون ونحطوا فيها القليل من الخزامه، اما الخزامه مطحونه او الخزامه محبوب. هنا الوضعيه هي هذه اللي خص يكون على الوليد، يعني خص الشخص يكون مستلقي على الفم ديالو او على البطن وكنخدموا. بطبيعه الحال الوليد ما محتاج داكشي، علاش انا غير كنشرح لكم. كما قلت لكم رجعوا لموضوعنا، ناخذ الخزامه ونسخنوها شويه على زيت الزيتون وناخذ الصوفة. بطبيعة الحال الشخص كيبغي يدخل ينعس، يا راجل يا امرأة، يعني أي واحد يقدر يعملها. سيال العينين، سيال الأنف، الحريق، الجبهة غطيح عليك، النص بيطيح عليك. كناخذ داك المحتوى ديال أو الخليط من الخزامة والصوفة وزيت الزيتون تنحطها على أم المغيث، يعني القلقولة كما تنقول لكم على القنة، على أم المغيث. بزاف الناس تيقول لي شناهي أختي ناعمة القلقولة أو القنة، يعني هي أم المغيث تتغيثنا. ونحزم الراس ديالي ونحط عليه الطين اللي غير غندفيوه. بالنسبه اللي عنده الحراره فايضه وعنده الطونسيون، لا داعي لانه يدير الطين، يكتفي بالخزامه وزيت الزيتون وحتى يبردوا شويه. اما اللي عنده البروده ممكن يديرهم على حسب درجه الحراره، انا كيعجبني يكون تكون دافئه ساخنه شويه. هنا الموقصه كندير واحد المساج وكنديروا زيت الزيتون، كندهنوا الفقرات مزيان وكنخدموا الموقصه. بطبيعه الحال راه كاين جلسات، يعني راه ممكن اننا نديروا جلسات، غنديروا المساج بالكابوس او الاله ديال التدليك، كنديروا الموقصه وكنديروا حجامه. بطبيعه الحال الشخص الى ارتاح لينا الله يسهل، بقى شي شويه الالم كنعاودوا الحصه حنا معاه ان شاء الله، حتى كيقول الالم وداعا، كينسب انه كان كيحرق راسه. فهمتوني الوصفة عطيتكم ديال الخزامة رائعة. وصفة الخزامة أقسم بالله لا رحمة، مازال نقدروا نتبعوها مثلا يومين أو ثلاث أيام، هي من أول نهار كتبان النتيجة. ولكن حذاري، إلا عملنا وصفة الخزامة ما نخرجوش نديرها والناس، حتى الناس راه فيها رحمة. شرب الماء حتى هو كيعاوننا. كاين بعض الناس اللي تيحسوا بالآلام في العين، راه حتى هي كنت لرجعتو الفيديو السابق تلقاوني دايره الموقص على العين. يعني كاين الناس اللي كيجيهم الشقيقه تيقول لك اختي نعيمه تيحس بالعين ديالي بطيح.
الام الراس من 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 العينين صعيب شويه. كنديروا الموكسه، راكم شفتوا الا رجعتوا الفيديو غتلقاو الموكسه بالنظارات اروع ما يكون. وكاين الحجامات العيون، يعني الناس اللي عندهم الشقيقه في العينين او عندهم ضبابه ولا عندهم الزغلله في العين ولا عندهم الرؤيه شويه ناقصه ولا عندهم الحريق، راه تنديروا تنديروا الحجامه في الناظرات، يعني المكان اللي تتحطوا فيه الناظر هذاك تماك فين تنديروا الحجامه. هنا كنهضر لكم على الالام الراس اللي من الخلف، راه بعد الناس يجوا عندي تنحزم له غير الراس تنزيرو شويه وصافي تيعود به خير وعلى خير. سبحان الله العلي العظيم، يعني من كثرة تيجوا عندي حالات كل واحد وتشنو تيعطيني. هنا تنوريكم كيفاش الطريقة باش تنعسوا، الله يرحم الوالدين، راه بزاف الأخطاء تتعملوها اللي عندهم الفقرات العنقية فيها مشاكل، يعني الضغط أو تفاوت الفقرات، المخدة خصها تكون على العنق باش نريحوه. تجنبوا اننا نبقاو نشوفوا في التليفون حنا حالين للراس، الناس اللي عندهم مشاكل حريق الراس وعندهم فقرات عنقيه كما قلت لكم تجنبوا المخده نحطوها على الراس او الكتف، يعني نحطوها على العنق. كاين مخدات مو هذه راه مصوبه انا بوحدي، كنحطها هكاك على الرقبه راحه. كما قلت لكم حالات يجوا عندي سبحان الله العظيم كاين اللي تيدخل تيقول لك راسي غيطرطق او غيتفرق، تنزير ليه مزيانه غير حزموا الراس بعد المرات، تنغمضوا عينينا تنديروا كمادات. ومن هذا الشيء كله ضروري التشخيص، يعني نعرفوا شنو كيضرنا باش حتى الا مشيتوا عند الطبيب مشيتوا عند معالج يوصل للحل. لان تيجي عندك تيقول لك ضرني راسي ورا من قله الماء او ضربه الشمس. خلاصه القول، الموكسه الحجامه اروع ما يكون لمشاكل الراس. انا مجرباها وبفضل الله سبحانه وتعالى انا كان تيحرقني راسي من مشاكل العين، يعني عندي نقص في الرؤيه ما كنتش عارفه، واخا انني كنشوف مزيان ولكن كاين واحد شي حاجه بسيطه. دابا الحمد لله حجامه تحسن الرؤيه بفضل الله سبحانه وتعالى ونقص الالام. يعني بزاف الناس تيقول اختي نعم ما تنقدوش نعريو راسنا كنحس بالسمره. انا من داك النوع اللي انا كنجرب على نفسي، هذا كنشرح لكم، انا من داك النوع اللي كنت دائما كنغطي راسي ما تنقدرش نعريه حتى كيسخن الجو، يعني كيعود الجو ساخن عاد كنعريه. مني بديت كنعمل الحجامه وتبعتها، يعني تبعتها واحد الاسبوع ماشي اسبوع، يعني كل اسبوع تنعمل حجامه، بغيت نقول لكم زعما كل اسبوع تنعمل حجامه، اقسم بالله كاين تحسن، كاين تحسن في الرؤيه، كاين تحسن، نقص الالام في الشوف، نقص الالام في العينين، نقص الالام في الراس مع شرب الماء والعسل. هنا كنشرح لكم طريقه الموكسه، يعني الفيديو راه باين اخوتي. الشخص او الانسان ملي تيحرق راسو ضروري يعرف المسببات، يعرف الاسباب. نقص من 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 انني نخرج بشعري عريان يعني مدوش، خصوصا اللي تيخدموا ساكن على برا وتيركبوا على الدراجات الناريه، البرد راه اخوتي صعيب، البرد رحمه ولكن راه صعيب. غتقولي علاش اختي رحمه؟ لانه جنود من جنود الله، يعني البرد عطاه لنا الله سبحانه وتعالى نتجنبه. نغسل شعري نمسحه بالفوطه نشفو ندير السوشوار، نشرب الماء نريح راسي شويه، يعني النوم في الوقت ديالو، وان شاء الله يكون الف خير. بالنسبه اللي بغى يجي عندي مرحبا والف مرحبا، انا في مدينه اليوسفيه. اذا كنتو في شي مدينه وبغيتو معالج راه حنا تبارك الله مجموعه الخضراء اللي عندنا ما شاء الله، عندنا اساتذه وعندنا باحثين وعندنا ما شاء الله الاستاذ ديالنا الكريم، يعني جامع هذه المجموعه للخير. راه في اي مدينه كاين حتى خارج البلاد كاين معالجين. دمتم في رعاية الله، نتمنى لكم التيسير والرحمة وردوا البال صحيحتكم وعواشركم مبروكه.